تضع شركة الوفاق التي تعد من أكبر المراجع في القطاع العقاري على ذمة المستثمرين منطقة صناعية أنجزت بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس جنوب تونس العاصمة. وقد اشتهرت منطقة المحمدية عبر العصور باحتضانها لقصر ملكي شيد في عهد الباي أحمد الأول، والذي استلهم شكله المعماري من الهندسة الجميلة لقصر فرساي بفرنسا. كما يشكل احتضانها للموقع الأثري بأوذنا ومعبد المياه بمدينة زغوان المجاورة لها توطيداً لهوية المحمدية، هذه القلعة التي تستمد أصولها من عمق التاريخ يرنو حاضرها المزدهر نحو مستقبل مشرق. تتميز المحمدية بنسيج صناعي متنام وغني بالمهارات، مما يمنحه آفاقا جيدة لمزيد من النمو، خاصة في مجال تطوير الصادرات. يضاف إلى ذلك تمتعها بطاقات هائلة من اليد العاملة المؤهلة، وذلك بفضل احتضانها لسبعة مراكز للتكوين المهني بالجهة. تم إنجاز المنطقة الصناعية بالمحمدية على مساحة تبلغ 107 هكتارات وفقاً للقواعد والمعايير الدولية، وقد عملت شركة الوفاق على تمكينها من جميع المرافق وتزويدها بكل المعدات. من ذلك بعث شبكات التهيئة اللازمة والمتكونة من جميع المرافق والخدمات كالطرقات الواسعة والأرصفة المعبدة وشبكات التنوير العمومي والتطهير والاتصالات السلكية واللاسلكية ومآول السيارات والمناطق الخضراء. وبذلك تصبح هذه المنطقة الصناعية مجمعاً متناسقاً يحظى بكل المكونات الضرورية والخدمات اللازمة، ومن ثم قطباً حافزاً للأنشطة الصناعية لما يحتويه من مرافق كالبنوك ومكاتب البريد ومكاتب الجمارك ومراكز للشرطة. تحتوي المنطقة الصناعية بالمحمدية على 261 قطعة أرض، وقد وقع تقسيمها إلى ثلاثة مواقع. موقع ألف يحتوي على مقاسم للمشاريع الصناعية. موقع باء منطقة متعددة الوظائف للمكاتب ومراكز الاتصال ومراكز البحوث. موقع تاء منطقة خاصة بالأنشطة والخدمات الداعمة لهياكل الإنتاج مثل الترفيه والمطاعم. تتراوح مساحة القطع من 2000 إلى 7000 متر مربع مع إمكانية دمجها، كما تتمتع هذه القطع برسم عقاري فردي لكل واحدة منها. تمثل هذه التشكيلة المتنوعة من المرافق الجيدة والمساحات المعروضة على اختيارات المستثمرين مجملاً من الحوافز والدعائم للقدرة التنافسية لهذه المنطقة الصناعية. تتمتع المنطقة الصناعية بالمحمدية بشبكة اتصال جيدة براً وبحراً وجواً، فهي تقع على مقربة من اثنين من المطارات الدولية، مطار تونس قرطاج الدولي ومطار انفيذة الدولي، وتمكنها جودة الطرقات ومرونة حركة المرور من العبور بسهولة وفي ظرف 15 دقيقة نحو ميناء رادس.